ومن الوقفات أن بعض الناس يفطر فطرا حكميا. كيف يفطر الإنسان حكميا وليس فطرا حقيقيا؟ هو صائم لم يشرب لم يأكل لم ينكح لكنه أفطر. كيف؟ إنه الفطر بكبائر الذنوب التي تجرح الصيام وتهتك ستره، ألا وهو صائم لكنه يغتاب، صائم لكنه يلعن، صائم لكنه نمام، صائم لكنه يكذب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك البعض ما عف لسانه، البعض يفطر بعينه ويفطر بأذنه. كيف يفطر الإنسان بعينه؟ أيأكل بعينه؟ لا، إنه جواله ينظر الحرام ويهتك حرمة الملك العلام. وهذا المسكين فعل الزور وارتكب الزور وخدش الصيام. والبعض معاشر الأحباب يسمع ما يخدش الصيام. أيها الأحباب، إن الصيام جنة، الله جل وعلا جعل الصيام جنة وجنة، جنة للعمل الصالح، جنة نستبرئ من النار ونتقي بالصيام. فيا معاشر الأخيار، صوموا العيون، صوموا الألسن، لا تتكلم في رمضان فيما لا يعنيك. رمضان أجمل ما فيه أن نمكث في بيوت الله نتلو كتابه. اختم القرآن كل مرة، يوم مرة، وفي كل يومين أو ثلاث. ما عندك حفظ ما تقرأ، ردد الفاتحة 1000 مرة، قل هو الله أحد.